اسمعني. قلت لك لو لا انت اطرش؟ انت اطرش؟ اطرش؟ لا لعد ليش تمد ايدك؟ خلاص اشتريت لك ذني كافيات خرفيت؟ لا تحسبها لا تحسبها اوفر ابني ابني انا اريده محتاجه قلت لك لا تمد ايدك على شيء ما تريده ابني اريده قلت لك لا تمد ايدك على شيء ما تريده 100 مره قلت لك لا تمد ايدك على شيء ما تريده بس لا تتدخل يا رجال انا ما اتدخل لا تتدخل بس خليك شوف هاي طول بالك استاذ العزيز احاسب على مال حجي لا 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 عوفه هذا عوفه رجاء تعطيني اعطيني 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 تعال رجع رجع ابني بحاجتين رجع 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 هناك وين كانت ترجعها يلا ناس كتير كانت بتتفرج بس ما حدش فكر يتدخل لا تتدخل لا تتدخل الله ورطني بيك لا خمل بالك يلا ما صار شي ما صار شي ما صار شي حاجة ما صار موتني تورطت بيك أنا يلا ما صار لمن ما صار يلا لمن صعد الفوق طول بالك حطي يا رجال شبير طول بالك لا 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 رجاء رجاء عوفي ما صار شي رجاء 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 لا تتدخل أخوي لا تتدخل ما صار شي ما صار أختي أختي رجاء وأبوك لا مو أبوك يوم جان رجعيها رجعي لا تتدخل لا عوفن اتدخل دعوفن عوفن اتدخل عوفن حبيبي ما عوفن عوفن ابوي عوفن رجعن رجعن الرحمة أفعال مش كلامه بس صعدن يلا صعدن رجعن عوفن حاج احنا شينا عوفن عوفن رجعن اخوي لا حد يتدخل ابوي يا حبيبي لا تتدخل صلي على النبي ابوي لا تتدخل صلي على النبي ابوي لا تتدخل رجعن رجعن لا حد يتدخل عوفا مصطفى رجعن لا حد يتدخل اي اي كافي الله مو داش يا اخو علي نزل يدك ما نزل ايدي هاي ما صار شيء يلا شباب ما صار هذا ابو قاضي انتظر لا 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 واحد خليه يلغاهم بعض روح 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 يلا شكت الله ياخذك يخلصني ابوك ابوك متورط بيك متورط بيك تعبني هو متورط فيك مربك شو عشان شفت ابوك لا تتدخل اخوي هذا ابوك قاعد وبعد طول انتظار انفجر فجأة اعطيتي خمسة؟ ايه هذا البرنامج اسمه برنامج الصدمة. البرنامج الصدمة الأخوان هنا كلهم ممثلين. إحنا شفناك هواي ظليت ساكت وتفرك بوجهك و. وتاخذ نفس وتتوقعنا انه انت ما راح تتدخل مو انا شنو يعني مو قاعد اعرفه يعني ما ادري اسوي ضوضاء بالمحل هذا تطلع برا يعني تاخذ برا واني والدي قبل فتره توفى يعني فاني لا رحمة الله احنا اسفين فانت ما تقبل بصوره عامه ما تقبله لان والدك متوفي لا لا بصوره عامه اكيد بصوره عامه